you على اي عمل بيشارك فيه حتى لو ظهر ضيف شرف عنده طاقات تمثيليه كبيره لكن المنتجين والمخرجين ما استغلوهوش زي فنانين كتير والفتره الاخيره اختفى عن الساحه من غير اسباب ضيفي النهارده الفنان ابراهيم ابو العطا انت كنت بعمل ايه؟ بص ابو حنف احنا ما عندناش وقت نضيعه، البضاعه ديت لازم تخرج ومن بكره تتقسم على التجار في المحافظات، بعد كده كل واحد فينا هيعمل اللي عليه طبقا للجدول المكتوب له واللي انا وريته لك امبارح. اهلا وسهلا. هي مقابله المقدم كده بالسهل يعني ولا ايه؟ تعرف حد عن دي اللي فيها؟ امان. عيب. في الحفظ وفي الصون. بس انت روح بسرعة وأول ما تيجي حدخلك للمقدم أول واحد تاكسي هو صاحب التاكسي تحت أمرك يا محمد إن شاء الله تعيش يا أستاذ من الشغل ما بحبش ألعب معاه أصله كان بايخ ورخم أنت معاك إيه؟ أنا معايا بوستة أفينا يا باشا هي فين؟ أهلا بيك. أهلا بيك، منورة الدنيا كلها. بوجود حضرتك أكيد. أول فقرة معايا اسمها لما كنت، هرجع فيها مع حضرتك لبداياتك خالص، حضرتك من مواليد دمياط. ودخلت فرقة دمياط القومية. طيب. وقلت إنك دخلت التمثيل علشان ي... ي... تشيل الخجل. مظبوط. صح كده؟ مظبوط الكلام، طيب. مظبوط المعلومة. إزاي صح؟ بقى تشيل الخجل؟ بصي أنا تعرضت لموقف وأنا في إعدادي كنت عندي نهم للقراءة. م. يعني اقرا كتير جدا في المسرح وفي الادب وال... ف راح عليا الامتحانات لان كنت قاعد اقرا روايه لتوفيق الحكيم اسمها مصير صرصار الروايه شدتني فنسيت اروح الامتحان م. فكان ماده قويه فسقطت فيها في ثالثه اعدادي فكان عقابي من والدي ان انا انقل مدرسه مشتركه هناك م. فكنت ببقى عارف المعلومه وخجلان ان انا اقولها عشان الفصل كله بنات ما انا ولد وحيد أي. على ثلاث بنات ما, أي. ما فيش عندك القدره على ان انت تقول أي. ده الى ان حصل اخر يوم في الامتحانات هم. فبنسلم على بعض فانا واقف مع زميل الصبيان فجت بنت اللي هي ال المدرسه كلها تسلم عليا فما مدتش ايدي اسلم عليها فقلت انت بتتكسف يا بيضه وش حمر واخضر وقررت من التوقيت ده ان انا لازم اكسر الخجل خارج من المسرح فلقيت مسرحيه بيوزع عنها في دمياط انت عارف حضرتك كان زمان في الفرق المسرحيه بتنزل تعرض يومين في كل محافظه فايه المسرح ده فاخدت من ابويا فلوس المسرح ورحت اتفرج على المسرحيه عجبتني لعبه المسرح فرحت للحاج مظهر ابو النجا قلت له انا عايز امثل فقال لا ده انت لازم تنزل القاهره عندكم هنا فرقه دمياط فرقه قويه روح قدم فيها فسألت ورحت وبدأت في فرقة دمياط القومية مم. أول رواية كنت بشتغل فيها كانت اسمها أدهم الشرقاوي وأول ليلة عرض عملت كارثة على المسرح وكنت هسيب التمثيل كله وما اشتغلش فيه ده إيه الموقف؟ المشهد العامل مم. الغفير الشيخ الغفر اللي هيقبض على أدهم <applause> ساعة ما إيه الإنجليز بيقبضوا عليه. <applause> فهم في في المسرح برتكابلات برتكابل 20 سم ل 40 سم <applause> وحاطين لي جلابيه ما متقل... عليا. <applause> فأنا لابس الجلابيه وحطت البندقية خشب على كتفي وبقبض عليه بقول والله وقعت يا أدهم وبمسك أدهم الشرقاوي ولك أن تتخيلي أدهم عشان مركز القوة واقف في منتصف المسرح جنب منه غالية جنب منه عمه جنب منه المأمور البلد وأهلي <applause> البلد. هو المفروض اشده واطلع على البرتكابل ده عشان انا السلطه تبقى اعلى منه واقوم دايس على طرف الجلابيه واقوم <applause> اخد ادهم وادهم يمسك في غاليه وغاليه تمسك في المامور عارفه حضرتك الدومن ما تقع كده المسرح كله وقع مع الملحن كمال زهران ده ملحن مسرحي جامد جدا واقف يغني والاضاءه خافته ادهم ما فاتنا ادهم بدايه المشوار وادهم ده بيقع والصلاه كلها مسرتعه من الضحك المخرج اديته سايط ورا الله يرحمه حلمي اسرائيل صايت قلت هلق... له انا مش هشتغل انا لا هروح قال لي رو... انت دخلتك في اول الفصل الثاني لازم تخش اكسر الحاجز وخش ما بين نهايه الفصل الاول والفصل الاولاني تغير تاريخ حياتي في ان انا لازم يكون عندي قوه واخش فدخلت اول الاضاءه لقيت الجمهور ده بيسقف وبيصرخ من الضحك وتصوير ايه الحاجه الجميله دي بدات اتعود بقى على المسرح بدات اشتغل في الروايات الى ان جاه المخرج ناصر عبد المنعم بيعمل روايه خشب الورد اللي كان عاملها محمود عبد العزيز الله يرحمه في اسكندريه فاداني دور بطوله فيها واحنا شغالين في جمله كان علي سالم قايلها اللي هي سبحانه وتعالى شخصيه ابراهيم ده اللي هو الفنجاري بتاع البق فانا تنبهت الجمله سبحانه وتعالى هو الجملة هنا في النص ليه؟ هم. فبقول له سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى فعلي سألي من لما جه قال لي انت الجملة دي عرفتها ازاي زي ما انا عايزها؟ هم. انت لمست على جملة انا قصدها في الكتابة كده هو كان قاصد انه يعمل اه لانه هم. كان ابراهيم قال اسمها بيتسلط على جيرانه وراجل مش مظبوط فما حب انت حد يقول له سبحانه وتعالى كده فقال لي ناصر قال له الولد ده كويس جدا يا ريت يبقى في القاهرة فقال له اوعدك لو جت لي روايه في مصر هاخده معايا في نفس اليوم ناصر عبد المنعم يجيله له بشره انه هيعمل روايه قطاع خاص اسمها تحت البرنيطه ارد ده حظ حظ <applause> ومن ساعتها عملت زي حرفه خرج ولم يعد خرجت من دمياط ولم اعد اليها الى الان لا بس في حاجه الاول حضرتك قلت ان والدك كان رافض التمثيل لا لا ده كان حرب. ولما عرف طردك اه مظبوط من البيت مزبوط. طب ليه للدرجات دي يعني لان انا ولد وحيد على ثلاث بنات مم. وابويا تاجر كبير جدا في دمياط فهتضيع فلوسي على بتوع الهشتك بشك وكان يقول لك ايه بتوع المسرح والتمثيل دول بتوع الهشتك بشك اه انت هتضيع الفلوس دي كلها وانت عارفه طبيعه الضميطه من صغرك انت شغال في المحل بتاع والدك لان انت الوريث بتاعه مم. فانت هتسيب ده كله وانا الولد الوحيد اللي انا بعده انه يبقى تاجر مم. يروح مصر ويسيبني والدي جات له جلطه فيها وقعدت سنه ما كنتش تخين كده من الاكتئاب والحزن ان انا عايز امثل انا جوايا طاقه ممثل عايز اعملها فقال لي طيب عايز تمثل حبيبي قلت له قال لي سيب كل الفلوس اللي انت معاك والحاجات دي كلها وتروح توريني الشيخ البتع ينور مقامه قلت له خلاص ماشي ده مثل عندنا في دمياط بكون انت شيخ وليك مقام زي مثلا سيدنا الحسين أيوه له زوار كتير جدا أيوه فكله بيجيب لك شمع ينور المقام بتاعك، أيوه لو انت ليك مريدين وهتنجح في التمثيل وريني هتنجح ازاي وهتبقى عامل تحد ازاي. تحدي اه هم فتحديت جيت القاهره هنا وعايز اقول لك ان القاهره دي قاسيه جدا 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 على الغريب. ايوه يعني انت جاي من الاقليم ما تعرفش حد مالكش اهل هنا مالكش اصحاب هنا جاي داخل في دوامه انت فعلا جيت وقعدت فتره طويله لحد لما طويله أشتغلت. انا فلوسي خلصت أي. انا كان معايا 1700 م. جنيه م. وكان 1700 جنيه من 30 سنه دول يعني مبلغ ايوه وامي رحمه الله تعالى عليها وانا خارج طبقت غويشه وحطتها طالب ايدي بدون ما ابويا يدرى قالت لي م. لو الزمن مال بيك بعها بعت العربيه اللي كانت معايا قلت له ابويا بيقول لي سيب العربيه قلت له العربيه دي انا شرب فلوسي حلالي قال لي حلالك يا بتاعتك اللي انا جيت بيها كانت هي السرير بتاعي وهي المكتب بتاعي وهي الشقه بتاعتي العربيه دي. مم. بدات فلوسي تخلص. مم. بدات ابيع في العربيه دي حته حته، ابيع الكاسيت مره، ابيع الكاوتش مره، ابيع الكوريك مره علشان اعيش لدرجه مم. ان انا مره واقف في ميدان الدقي مفيش في جيبي فلوس وجعان جدا. وشامم ريحه السمك بيتألف المطعم واقف والفلوس اللي في جيبي ما تجيبش طبق كشري في كيس. معقول. صدقيني. فكيت الكسر بتاع العربية وبعته علشان أعيش ثلاث أربعة أيام لا القاهرة صعبة بس كنت بتحدى نفسي إن أنا مش هرجع الدمياط إلا في حالة من الاتنين يا أنا ناجح يا نط في النيل أرجع جثة في النيل تروح تصلى لغاية الدمياط وقد كان الحمد لله ده عشان التحدي اللي أصر عليه والدك آه. أو إن أنت كنت عايز تثبت له إنك هتنجح آه. كانوا بيقولوا إيه اعتبروا بنت مم. وقعدوا من ضمن البنات مم. اللي يبقى عندك أربع بنات فانا مم. كان ازاي ان اسم ما هو كان ابويا بيقول لي انت ليه عايز تمس فلوس وعندنا فلوس مم. وفي دمياط انت معروف وركب عربيه ما حد يركبها زيك أيوة. انت ليه اقول له انت شفت اسماعيل ياسين عارف اسماعيل ياسين يقول له عارف اسماعيل ياسين اقول له شفته في الحقيقه يقول لي لا اقول له اسماعيل ياسين ميت بقاله 30 سنه ومع ذلك الناس عارفاه وحافظاه انا عايز مم. اما اموت ابقى الناس حافظاني وعارفاني وشايفاني افضل طول العمر موجود، طول العمر موجود، ها. مش سيره وماتت واندفنت في التراب. فده اللي كان هاممني ان انا افضل طول عمري ها. موجود على الشاشه، موجود الناس عارفاني، وشي محفوظ، كل ما واحد يشوفنا يقول لك الله يرحمه، يبقى انا اذا مات ابن ادم انقطع عمله ها. الا من ثلاث. انا حد يكون بيدعي لي فابقى في قبري والناس بتدعي لي. فلسفة ربنا عجيبة يديك ربنا يبارك فيك يا رب, رب طيب حضرتك اشتغلت مسرح كتير جدا وقعدت فترة طويلة لحد ما وصلت انك تعمل ادوار في افلام مظبوط فليه قعدت كل ده؟ اولا أنا... علشان أنا... يجي لك اصلا ادوار مهمة انا علشان ابن مسرح هم. فكان المسرح بالنسبة لي متعة لان انت ما بترمي فيه هم. الجمهور بيديك حقك في نفس اللحظة يا انت كويس فبيضحك يا انت وحش ما دي حاجة الحاجة الثانية انا كنت مدرس ومش خريج اكاديميه الفنون ولا عضو نقابه المهن التمثيليه وكان في شروط صعبه جدا ان انا اخش النقابه اول حاجه ان انا لازم استقيل من التربيه والتعليم فكانت المسرح بالنسبه لي بنزل اسكندريه اشتغل هناك مسرح معايا حضرتك يعني كل حظي ان الروايات اللي انا اشتغلتها كانت في اسكندريه فكانوا بيعتبروني من ممثلين الاقاليم اللي هم يعني يعدوا الى ان ربنا كرمني ودخلت نقابه المهن التمثيليه انتساب قعدت انتساب خمس سنين هم. تحت بند ممثل نمطي عشان تخين ومن خلالها بدات اشتغل هم. التلفزيون كان صعب بالنسبه لي ان انا اقدر اخترق مبنى التلفزيون واخترق المسلسلات هم. لان الى الان المسلسلات شلاليه هم. مافيا مافيا عشان تخش في وسطهم صعب جدا يرموا لك الفتات تعمل مشهد ها. مشهدين فاما انت تبقى بتعمل مشهد او مشهدين عامل زي اللي مع حته قماشه صغيره وقال له فصلها يا دوبك يا يعمل شورت ها. يا يعمل كم جاكيت انا عايز دور علشان ها. اقدر اقول فيه ها. الى ان انت بتبدا تخش تزق واحده في واحده واحده في واحده خليك نسال الاول تفضل مافيا حضرتك بتقول مافيا من ناحيه ايه من ناحيه الممثلين ولا منتجين ولا ولا من ناحيه ايه هقول لحضرتك ولا المخرجين المخرج المخرج المتمسك بالكروب بتاعه اللي هو ما بيشتغلش من غيره ولا مافيا من ناحيه ايه هقول لحضرتك هم. هي من ناحيه الممثل ومن ناحيه المخرج هم. المخرج زمان كان بيدور على الممثلين هم. ويشوف ويعرف الممثل ده قوي ايه. والممثل ده كويس ويسال عليه ويرشحه الوقت لا المخرج بيعتمد على مكاتب الكاستنج وعلى الورش بتاعة التمثيل م. والورش لها مصالح مع ممثلين م. فبتجيب ده وتجيب ده وتجيب ده, ده وخلاص هو المخرج ينقي الثلاث اربع نجوم والباقي يسيبه لمساعدين الاخراج ومساعد الاخراج ما عندوش وقت انه لا يدور ولا يروح ولا يكتشف فقالوا مكتب كاستنج فلاني الفلاني اه ابعت لي آه فايلات للناس م. يبعت له فيراد المكتب ذات نفسه له مصلحة مع الممثل ده هم. هتاخد 100 جنيه انت 50 وانا 50 ففي اللي بيوافق فبيرشحه بيرشحه فتتلاقي حضرتك الممثل ده هنا هو الممثل ده هنا هو الممثل ده هنا هم. والممثل ده عنده ثلاث اربع جلاليب على خمس بلوفرات على خمس بيطلع بيهم هنا بيطلع بيهم بيطلع بيهم هنا فحضرتك ما تبقيش عارف الممثل ده في المسلسل ده ولا في المسلسل ده هم. دي حاجه الحاجه الثانيه ان اداؤه هم. كممثل سبوبه. فأداءه في المسلسل ده هو في المسلسل ده هو في المسلسل ده لا عايز يبتكر يعمل كاركتر ولا عايز يبتكر في الشخصيه يديها نرف ويديها فعاله فبيطلع كله ميه واحده. هم. والمخرج مش فاضي، المخرج عايز النجوم يلمع النجوم ولذلك انت لما بتيجي حضرتك ترشح ممثل في دور بتدوخ مين بديل الاستاذ حسن حسني؟ تفضل قاعد تضرب أخماس مين اللي هيعمل المك... مين اللي هيسد مكانه؟ مم. مين اللي مكان الاستاذ لطفي لبيب؟ ايوه مين اللي مكان الاستاذ عبد الرحمن ابو زهره؟ ما انتوا ما صعدتوش ناس من تحت تطلعوها فوق ده حقيقي فاصبح عندك فجوه مم. كذلك المنتج عايز اللي بيوفر فبيتصل بمكتب الكاستنج مكتب الكاستنج يقول له انا هجيب لك الباكج بتاع الممثل ده بثلاث اربع قروش يا مسهل حلوين قوي أو قوي أنا عنده أهم حاجة النجم والنجمة اللي أنا هبيع بيهم والباقي كله ملوش لازمة هم. عشان كده تلاقي حضرتك 90% من الأعمال باهتة ضعيفة هم. لأن لا المخرج اهتم ولا الإنتاج اهتم ولا الممثل اهتم ولا أي حاجة وهي سوري يعني زي ما كنا بنعمل في المسرح زمان هم. فرضت شراب ونقلبها هم. يعني المسلسل ده هو هو الأخين اللي بيحكوا عن بطولتهم الأسطورية وضربهم وخناقاتهم وبيخلصوا البتاع السنة اللي بعدها نغير الاخين دول ممكن نعمله ولاد عم مم. ونفس المشكله و... هي ده مم. ده كارثه كان زمان حضرتك تد... يعني هقول لحضرتك على حاجه انت مسلسل زي بتاع لن اعيش في جلباب ابي بالزعف السنه كم مره كتير كتير مم. ومع ذلك حضرتك لما بتبقي قاعده في البيت وتتليه بتثبت الحلقه وتتفرج عليها طبعا مع انك حافظه تفاصيل مم. المشهد بالميلي بس حابينه مخدوم صح طبعاً. المخرج احمد توفيق الله يرحمه عامل شخصيات بالمسطره بالمزوره طب. ومنقلها الممثلين مم. كل ممثل راكب الشخصيه صح مم. بيعملها صح الاستاذ نور الشريف عامل الكاركتر بتاعه صح فبتقعد تتفرج عليه في انت حضرتك ما بتجيب الوقت مسلسل من المسلسلات الجديده دي واول عرض والله العظيم تيدك على الريموت عماله تعمل كده طب عايز تشوف اللي بعده يا ريت طيب حضرتك هتخليني اسالك سؤال مهم جدا ان حضرتك بقالك 30 سنه في الوسط الفني مم. ودايما بنشوف حضرتك يا اما في ادوار صغيره يا اما ضيف شرف طبعاً. ايه السبب في ده اقول لحضرتك انا من الممثلين مم. اللي ما بيجريش ورا حد ولا يقول له عشان خاطري مم. انا ممكن اكون في جيبي 100 جنيه وامشي بيها على قدي ولا اروحش ابيع موهبتي وفني واتذل الواحد يقول له انا عايز اشتغل عشان ما فيش في بيتي فلوس انا اعمل دور صغير وابصم بيه ويبقى علامه واطلب اللي انا عايزه هم. يعني ما بيجي مدير انتاج يتفق معايا يقول لي بص هم مشهدين او خمس ست حلقات اقول له انا عايز عشر قروش ليه كتير اقول له حضرتك بعت لي ليه عشان عارف ان انا في الحته دي هنورها لك. مم. مش شطاره مني انما هي توفيق من عند ربنا. الكاريزما بتاعت ربنا في الحته دي هعمل لك فيها بما يرضي، الحبز المجهودي فيها، لا جاي مش حافظ ولا حعطل لك شغلك ولا هاجي متاخر عن معادي فانا غالي، انا ممثل غالي. مم. يقول لي طب فلان الفلاني ممكن يعمل الدور ده بقرشين، قال له هاته. رزقه مش رزقي، هاته، انما انا زي الذهب موجود في بطن الجبل، لم يكتشف. هيقل من قيمتك دهب؟ لا انا غالي ممثل غالي وموهبتي اللي ربنا اداها لي غاليه ها. فانا ما بعرفش ان انا اروح ايه استاذ والنبي استاذ انا عايز اشتغل معاك وانت واقعد امرهم له وطيب خاطره وفي ها. بقى وسائل تانية هات هديه هات مش عارف ايه طر دماغك شويه كده مش انا بس انا بيسموني القطر اكيد بيجي على حضرتك وقت بتبقى عايز برضو تكلم حد علشان دور مثلا او مساحه دور تبقى اكبر لان اكيد مش حضرتك يعني مش بتبقى حابب الادوار الصغيره او انك تبقى ضيف شرف طول الوقت اكيد ولا ولا حضرتك في بعملهاش حاجة تانية ما بعملهاش صدقيني ما بعملهاش صدقيني انت اشتغلت مع حضرتك مره واتنين وتلاته المفروض انت تصعدني مم. انت المفروض تبدا تكبر بقى تقول اه الراجل ده لما بيجي بينور لي الحته الصغيره ديت يعني هقول لحضرتك على حاجه في مخرج انا أنحني له اسمه الاستاذ محمد علي هم. ده ترشحت معاه في مسلسل اسمه اهل كايرو عملت شخصيه تعتبر مش كبيره بس علمت لدرجه انه كان بيبقى قاعد على المنتور كان بيضحك معايا حضرتك ايوه علمت معاه لما جاي يعمل مسلسل الهروب اداني مساحه كبيره ايوه وما اداني مساحه سابني اقول اللي انا عايزه في سياق العمل الدرامي هم. يعني ما خرجتش ونشست عن المنظومه بتاعه العمل. ايوه. اديت للشخصيه البعد بتاعها وكان مبسوط جامد جدا جدا ها. جدا. معايا؟ ده مخرج من المخرجين اللي بيحبوا الممثل. استاذ خالد يوسف الله يديله الصحه ويبارك فيه. انا ببقى رايح اللوكيشن بتاعه وانا اسعد انسان على وجه الارض. ها. لانه من نوعيه الممثل. المخرجين اللي بيحبوا الممثل بيديله يضيف له معاه مع حضرتك مم. ده مخرج انا ببقى عارف إن هو لو شايفني في شخصيه كبيره هيجيبني فيها بس انا عارفه انك بتحب خالد يوسف ودفعت عنه في, في مسلسل سر البيت على الهجوم أم اللي حصل عليه أم مم. رجل مم. يعشق مهنه السينما رجل مجتهد رجل بيجي قبل الممثلين وقبل الدنيا في لوكيشن احنا يعني كنا بنروح بعد صلاه الفجر مم. الساعة ستة الصبح هو واقف بيعاين الأماكن اللي هيصور فيها النهاردة معايا حضرتك كلنا بنفيص ونتعب هو بسم الله ما شاء الله ربنا يديله الصحة من الكاميرا للكرين للمينيتور لده للممثل يوسوس الممثل يديله يو يو يوريله للمجاميع ده ممكن هقول لحضرتك على حاجة انه في في التتر مشهد المجاميع عاملين دايرة فيه المشهد ده ممكن يتعمل في يوم لم يكل ولم يمل بيدور على ادق ادق ادق, أدق التفاصيل، هقول لحضرتك على حاجه فيه حصلت أيوة. معايا، انا في وسط كم المجاميع الفرنسيين واهالي البلد والجيش ونابليون داخل بالمدافع بتاعته ها. واحنا المفروض نبقى حافين، فانا استعبطت كده وقال لي ايه الارض كلها حصى، فوقفت ها. على ايه سوري البلغة ها. هو في فوق قال يا ابو يا ابو ايوه استاذ استاذ قال لي ايه من اللي في الارض اللي انت دايس عليها فكرني انا مش شايفك تخيلي انه بيبص في الارض بتاعت المجاميع من فوق الكرين عشان يشوف ايه المخالف معايا حضرتك ممكن في سبحان الله بيدقق في التفاصيل بيدقق في التفاصيل في مشهد انا بجري في سر الباتح وبقول حامد فين يا ام حامد وانا بجري حافي وبجري من اول أيه. الشطه عشان اوصلها يعني آه. داخل الحاره وبجري من الحاره وأرحلها آه. فدخل في رجلي حته ازاز وانا بجري حافي آه. فالاداء بتاعي ما عجبش الاستاذ قال لي ايه؟ حامد فين يا محمد حامد وبتجز كده على اسنانك؟ ايه الاداء ده؟ قلت له يا استاذ انا في ازازه داخله في رجلي امن على المينوتور وجاه وقال لي ما قلتليش ليه عيد؟ آه. والله وقام شديدها وقال لهم هاتوا له حد يحط له ايه مضاد وحاجه واقعد من المشهد قلت له لا هعمل المشهد قال لي طب مش عايز حامل فين يا محامل بتاعتك دي اشتغل تخيلني اما انت تبقى بتدور في ادق تفاصيل هم. الممثل اما تاني يوم اسخن واتعب واتصل بيه هو بالتليفون بصفته الشخصيه ويقول لي ايه هتكمل المسلسل معانا ولا نكتب البقاء لله قلت له يا استاذ انا جاي اما اجي ياخدني في حضنه ويطبطب عليه يقول لي انت كويس لو تعبان اقعد ريح انسانيا يخليك تتفانى وتنت لو بتموت لا تروح له عكس مخرجين تانيين اه بيقدرها آه آه بيقدر الصغير قبل الكبير آه يا فندم بيبص على البريك بتاع الصغير بتاع المجاميع يشوفوا الاكل بتاعه كويس ولا مش كويس ايوه بيشوف المجاميع قبضت ولا ما قبضتش آه لو لقى حد مسن كبير والمشهد فيه ناس بتجري يقول له يا حاج آه انت أجرك ماشي تمام تمام وبلاش تجري بلاش آه ليه؟ هو عارف ان الراجل اللي نازل ده عنده 70 سنه ونازل يجري في وسط المجاميع ده بيجري عشان لقمه العيش. هو انسانيا مم. رحمه واداله اجره وقعد تحبيه ولا ما تحبهوش؟ افعاله تخليك تحبه طبعا. طبعا. بالاضافه بقى انه شاطر. بالاضافه انه بينور الممثل. مم. كل ممثل اشتغل معاه الاستاذ خالد يوسف اصبح نجم لوحده بعد كده في الـ في الاعمال. بدايه من عمرو سعد لعمرو عبد الجليل لهاني رمزي لهاني سلامه لكل وهاني رمزي <applause> كل دول نوروا معاه لا <applause> الى احمد هم كانوا منورين بس هو ظهر الحاجات المخفيه جوه الشخصيات بتاعتهم <applause> بتاعته طيب خليني اروح معاك لدكتور اشرف زكي تمام الفتره اللي فاتت شفنا طبعا مجهود كبير جدا منه مع الفنانين واصبح دلوقتي الفنانين اللي, اللي تواصل معاهم بيمثلوا النهارده في رمضان او بيمثلوا السنه دي في رمضان تمام حضرتك ما حاولتش تتواصل معاه او مع حد من النقابه علشان برضو يكون لك دور في المسلسلات اللي موجوده وبعدين برضو خليني اسال سؤال تاني حضرتك شايف ان النقابه اصلا ليها دور ولا لا؟ العمل النقابي هم. له ابعاد تانيه خالص غير زمايلي ما هم فاهمين. اولا النقابه مش من صلاحيتها ان تقول لواحد مخرج شغل ابراهيم وما تشغلش حسن. هاي. والدكتور اشرف فير في المساله ديت ما بيعملهاش. هاي. عشان كده انا ما برفعش سماعه التليفون عليه واقول له دكتور انا عايزك تتوسط لي عشان اتشغل. هاي. لا انا ليا موهبه هتفرض نفسها على السوق هتشتغل. ايه. هو ممكن يزكي يقول لهم ايه؟ فلان الفلاني ظروفه تعبانه فهتوف اي حاجه. انما هو غير مطالب ان هو يعمل ده. ماشي <applause> انما ولو ايادي بيضاء في ناس كثيرة جدا انا لم التجئ له صراحه في يوم من الايام الا اذا كان عندي مشكله بقول انا عندي مشكله دكتور وبيقف جنبي قلبا وقلبا ويفضل متابعها لاخر دقيقه <applause> انما انا ما بقولوش وإنما دكتور انا عايز اشتغل اولا ده بتاع ربنا عز وجل <applause> لو ربنا لي ان انا هشتغل في المسلسل ده او الفيلم ده هشتغل 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 <applause> هو دور النقابه الرقابه على المسلسلات الرقابه على افعال الممثلين والممثلات. الرقابه على جهات الانتاج. ده دور النقابه. دور النقابه اما انا اعيا النقابه بتقف جنب مني وده بيحصل. يعني انا حصل لي في طارئ في المرض النقابه على طول الزميل منير مكرم والدكتور اشرف زكي والخلوق هاب فهمي على طول ومادام نهال عنبر بصراحه مادام عفاف رصاد دول كانوا تبعيني لحظه بلحظه وانا في المستشفى ما بين ايدين ربنا. فده دور النقابه. انا كشخصيا لا لم اتصل بالدكتور اشرف زكي في يوم واقول له إن دكتور شغلني لا يعني مش مش بالظبط كده يعني مش أي. شغلني ولكن اوقات حضرتك ممكن تفكروا بوجودك مثلا ان حضرتك متواجد يشوف لك دور مش مش شغلني بمعنى شغلني أي. يعني ممكن يكون في دور بس مش عارفين ان حضرتك ممكن تكون موجود في الحته دي اوقات ممكن من كتر المشاغل بينسوا هو مثلا؟ إن النقابه فيها حوالي 3000 وكسور من الممثلين مم. كلهم كل يوم بيكلموه والنبي دكتور انا عايز اشتغل والنبي دكتور انا عايز اشتغل فهو هيفتكر مين ولا مين ولا مين بالاضافه ان هو رجل ممثل مم. ورجل مخرج واستاذ في الاكاديميه مم. يعني كان الله في عونه ان هو فاكر ده فهيفتكر ابراهيم انا بقولها له يا دكتور اشرف من خلال البرنامج انا بقول لك انا عايز اشتغل هو لو جاب ده كتر الف خير ويشكر وعلى راسي ما جابش ده الله يعفو عنه ما ما نسى نسى ولا يكلف الله نفسا الا وسعها انا يعني اعذره انا اعذره انما لو يا دكتور لو حبيت ان انت تزقيني في اي عمل جزاك الله خيرا انا ابقى فرحان واشرفك وانت عارف ان انا هشرفك كويس جدا جدا جدا. انت اسم على مسمى اشرف وزكي. خلي بالك. ان شاء الله هو الرساله هتوصل إن شاء الله. و... واكيد هيكون في دور قريب يكون وشي حلو على ان شاء الله ان شاء الله توشك حلو على الجميع والله العظيم ربنا عايز اقول لحضرتك حاجه برضو بخصوص مم. الدكتور اشرف زكي. مم. لو الساعه 4 الفجر رنيت عليه هيقوم من النوم يرد عليك ويقول لك روح في مستشفى كذا روح في الحته الفلانيه اعمل كذا ايوه خمسة الصبح محتاجك يا دكتور ياخد عربيته وياخد حد معاه من مجلس النقابه وينزل يجي لك مش مع الكل من مم. اكبر نجم لاصغر زميل مم. مش ممثل بقى أيوة. لو فنون شعبيه لو في السيرك لو في اي حته واقف مم. ممكن يبقى عنده جنازتين ثلاثه في اليوم مم. واثنين ثلاثة عزا، أيوة. تلاقي هنا وتلاقي هنا وتلاقي هنا وتلاقي هنا. ده حقيقة بنشوفه يعني هو بي بيكون متواجد دايماً في في المناسبات دي طبعاً في العالم. إحنا مسمينه سعادة السفير، أنا شخصياً مسميه سعادة السفير. سفرنا في الوسط كله. طيب أنا عايز أسأل حاجة، ليه حضرتك دلوقتي بنشوف في ممثلين كتير قوي بيتجهوا إن هم يخرجوا يمثلوا بره بلدهم؟ هل ده علشان الاجور بره بتبقى افضل ولا ايه السبب؟ موسم الرياض وموسم الكويت وموسم هم. الحاجات ديت. السعوديه طول السنه بتنتج مسرح ما بقاش موسم بقى. هم. بقى طول السنه عندها كاستات مسرحيه بتحصل من هنا هم. وتطلع هناك. ينور هو مسارحه ويطفي مسارح مصر. هم. معايا؟ مش يطفيها اضاءه، يطفيها أيه. انتاج. طب هل هو في منتجين دلوقتي في مصر؟ او منتجين مصريين مهتمين بالمسرح زي ما فيش فارس المسرح المعاصر الاستاذ احمد الابياري وهيعمل ايه؟ هم. هيعمل ايه؟ هيعمل روايه بالخساره؟ فين الانتاج؟ الممثلين دلوقتي راحوا يشتغلوا في السعوديه هم. كل اسبوع في روايه بتتولد هم هم فلان الفلاني بشلته وفلان الفلانيه بشلتها ويروحوا يعرضوا هناك ايه مسرحيه ويرجعوا تاني خليني اروح لسؤال مهم انا سمعت تصريح لحضرتك بتقول فيه ان انا مش هعتزل التمثيل الا على خشبه الحنوتي ولو ربنا عنده تمثيل هرب. هشترك فيه آه. ده الجمله دي كتير جدا استغربها وانا نفسي استغربتها لها تفسير ليه حضرتك قلت كده اولا انا بعشق الابداع هم. مش التمثيل عشان الفلوس بعشق ان انا يبقى جاي الورق مصمت اجسده واعمله شخصيه لها دين ورجلين ومحور وابداع فانا بحب اللعبه دي انا لا اجيد الا هي معايا حضرتك فمن حبي فيها انا اتمنى ان انا من الله ان انا ما اعتزلتش وما اقعدش في البيت افضل شغال لاخر دقيقه من النفس بتاعي واموت وانا بعمل رساله ساميه وجمله مفيده الناس تستفيد بيها ولو بعثنا وكان الكاست اللي فوق شغال هقول لهم انا جاي لكم اهوت لسه طازه خدوني اشتغل معاكم بس حضرتك مش شايف ان الجمله دي غريبه شويه ده يعني يعني غريبه شويه يعني لأنا. ايه الكاست اللي فوق شغال يعني لو في ممثلين وقاعدين بقى فاضيين فوق والدنيا كويسه انا اشتغل معاهم ايه المشكله ان انا اشتغل معاهم ده من حبي للابداع ربنا خلق كل حاجه في الكون كله سواء الكون الظاهر او الباطن المختفي عننا كطبيعه بشر خلقه الابداع ما هو مش جايز ان في انا مؤمن ان في حياه تانيه على كواكب تانيه لم تكتشف هو طبعا كلنا مؤمنين ان في حياه تانيه بعد الحياه لا وبعد الممات بيكون في حياه تانيه, حياة تانية. لكن ما حدش ابدا ابدا لا مؤمن لا. ولا اساسا عنده معلومه في كل الاديان ان لا. يكون في كاست فوق او حد هيشارك في تمثيل او يكون مش جايز اطلع في طبق طاير في كوكب يعني تاني وامثل في حته تانيه دي معلومه غريبه شويه ولكن هروح لفاصل وهرجع عشان اكمل بقيه الفقرات ناين. جيت على الجرح هسال حضرتك او هقول لك مواقف وتقول لي حصلت معاك ولا ما حصلتش تمام. حصل معاك انك دعيت قدام الكعبه ان اولادك ما يحبوش التمثيل ولا ما حصلش حصل حصل, حصل. دعيت قدام الكعبه م. ان ما فيش حد من اولادي يهوى ويعشق مهنه التمثيل لان كان عندي ادهم ابني ناوي انه يخش في اللعبه دي م. فانا اشفقت عليه من العذاب اللي انا شفته في المهنه دي فطلبت من ربنا عز وجل أن يبعدهم كل البعد عن هذا المجال. فريم بقت مضيفه طيران واتجوزت وقعدت في البيت وادهم اشتغل في المحاماه. طيب حصل ان ندمت على دورك في فيلم ركلام وقلت لو اتعاد الزمن بيا تاني انا مش همثل الدور ده. حصل. ولا ما حصلش؟ حصل. حصل, حصل. لان وانا في السينما في العرض المفروض ان انا بغتصب فيه الأستاذ غدا عبد الرزق نفس اللي حصل في فيلم الكرنك أنا بعمله فرج بيتكرر تاني في فيلم ريكلام فأنا كنت فرحان بالمشهد بقى ويعني ترند فيه فبصيت لقيت بنتي قاعده بتتفرج جنب مني وقامت معيطه اه هنا في حاجه مش مظبوطه إن أنا كل ما هيتعرض المشهد ده مشهد الاغتصاب وده م. كل ما أنا باخد سيئه سيئه والرصيد عمال ايه يزيد لا غلط انا ما ما عملتش ده انا هسال قدام ربنا عز وجل ان انت عملت ده ولا ما عملتوش لمست جسم الفنانه ولا ما لمستهاش طب انا ليه انا بعمل الفن ده علشان ابقى خارج من الدنيا خالص ها. ما خلص معلش ولا ليه فندمت بعد كده لو جالي حاجه زي كده لا, لا. مش هتعمل ما الناس اللي في البيت موقفها ايه وانا بعمل ده يعني لا 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 صعب صعب ان انا اجرح مشاعر طفل او واحد يقول له ماما هو ده بيعمل ليه كده هيسال لي طب انا افتح عينين طفل او شاب على حاجه زي كده ليه فما عملهاش تاني وندمت ان انا عملتها حصل ولا ما حصلش انك انتقدت فكره مسرح اشرف عبد الباقي وقلت انها شبه الكباريه حصل ولا حصل م. ليه اولا المسرح احنا اتربينا عليه زي مسرح الاستاذ محمد صبحي زي مسرح الاستاذ عادل امام زي المسرح القومي مفيش تهريج مفيش سوري ان انا اضرب ممثل زميلي بالقلم علشان اضحك الجمهور مش عشان اضحك واحد أو اضرب زميلي بالقلم ايه ده م. طب ما انت عندك قماشه تضحك خلق افيه وقوله انما ما تبقاش انت بتستسهل رمي الافيه على العاهه بتاعة زميلك عشان هو تخين شويتين او تخينه شويتين فانت كل افهاتك عليها علشان انت تخينة, انت تخينه انت تخينه انت تخينه او انت قصير او انت مش عارف ايه او رفيع هي دي اسمها كوميديا؟ هو انتوا ما شفتوش الاستاذ سمير غانم بيضحك ازاي؟ ما شفتوش الاستاذ محمد صبحي بيضحك ازاي؟ ما شفتوش نجيب الريحاني بيضحك ازاي؟ ولا لا دي ممكن تتعامل بقى ايه واحنا قاعدين نشرب كده في قلب اه بار اه زي في امريكا يقعدوا واحد يطلع يرمي شويه افهاك كده والناس تضحك لا ده بيقول ولا ده وده سكران ولا هو فاهم ولا فاهم والناس بتضحك وخلاص. انت خرجت ايه من المسرحيه دي بمعلومه ايه؟ او بالاستفاده ايه؟ انت داخل عشان تضحك بس. مع حضرتك؟ ولا ده ضد التقاليد المسرح وكل شويه نط من على المسرح انزل للجمهور واجري في وسط الجمهور واقع على الجمهور عشان الجمهور يضحك وبعدين يعني ممثل زميل متجوز ممثله زميل خلاص عرفنا كل روايه لازم تقول انت بتتضرب في البيت وانت مش عارف ايه وهي بتزعق اه وانت بت... ايه ده ما تفصل ان انت ممثل ومتجوز ممثله زميله اعمل الشخصيه صح اعمل اداء الشخصيه صح مع احترامي لكل زمايلي مع احترام الأستاذ أشرف عبد الباقي وفنان وعبقري في التمثيل وذكي إنتاجيا إنه يلعب لعبة المسرح ده ويصعد وجوه جديدة يخلوهم نجوم بس أختار نص وأعمله أختار فكرة وأقولها أختار آداب المسرح وأمشي عليها المسرح ده له آداب مش أنت كممثل قدوة أيوة ولا انا غلط ده حقيقه طبعا صح طبعا النهارده بتبقى ماشي الكل عايز يقلد تصريحه علي ربيع في الشارع لان علي ربيع بالنسبه لهم قدوه مم. مع حضرتك مم. عايز يعمل نفس بتاعه ابراهيم عايز يعمل نفس الكاركتر بتاعه لان انت قدوه مم. مم. فلما انت تقول جمله والواد هيقلدها في الشارع او يروح يجرب السيجارتين دول عشان احنا محششين على مصر مع الواد هيسال امه أيوة. هو الحشيش ده ايه؟ هيلاقي وقت صاحبه في قلب الاعداديه ولا في الثانويه يقول له ده الحشيش ده بيعمل يقول له اه بيرجع بالذاكره لورا ده على المسرح كانوا بيقولوا ضحك وبيعملوا كذا انا عايز اجربه. ما انا اذا بوظت بني ادم. طب حصل ولا ما حصلش انك ندمت على عمليه التكميم وقلت انها حرمتك من حاجات كتير؟ مظبوط بمنتهى الصراحه ندمت اي نعم هي انقذتني من الموت بس هي انقذتني وانا الى الان مش مستمتع بالحياه ازاي انقذتك من انا كان وزني بقى 200 كيلو مم. فجالي حاجه اسمها فشل في التنفس بمعنى اشرحها ان الرئه بتشتغل كده أيوه. زي الاكورديون الاكورديون بياخد الهواء بتاعه كده فالرئه بتشتغل كده فالرئه ما بتقدرش تزق لان الحجاب الحاجز مرفوع أيوه. على كميه الشحوم اللي على البطن فنسبه الاكسجين ما بتوصلش للمخ مم. فبيجي لي حاجه اسمها اغماء كده ابقى ماشي انام بتحصل لي وانا سايق بتحصل لي وانا قاعد بتكلم مع حضرتك يعني لو ما كنتش عملت تكميم كان ممكن لو انت سكت آه لحظه انام هي نقذتني ورجعت التنفس عني بس انا الى الان بقالي ست سنين ما بعرفش اكل يعني انا فطاري زبديه باكو بسكوت عمليه البلع ذات نفسها المعده ما بتعرفش تعرف تعملها ولو انت اكلت حته زياده تتخنق يجي لك اختناق نتيجه ان كل الاجهزه داقت هم. وقفلت. كميات الاكل نفسها اكيد بتقل. بقت ما تكفيش بيبي هم. هم. ده اترتب عليه سقوط في الشعر ضعف في البصر هم. مع عدوتي الاسنان بتقع وهن في قوه الانسان. هم. لان انت لعبت في خلقه ربنا. ربنا عايزك المعده دي شكلها كده والحجم ده كده علشان انت وزنك قد كده وسنك قد كده تقدر تغذي المنطقه دي كلها عامله بالظبط زي حضرتك لما يكون عندك عربيه وتقوم جايه للتانك بتاع البنزين عاملاه 10% من تحط بنزين العربيه بتمشي مترين وتقف وعايزه تحط أيوة. بنزين تاني نعم. فانا ندمت ان انا عملتها هي فعلا اثار جانبيه كتير من اللي عاملين عمليات التكميم بيشتكوا منها أيوة. و... وانا عارفه الموضوع ده كويس آه. جدا يعني سمعته كتير من كذا حد أيوة. ف... بتحرمك من متعه آه. ان انت تاكل مم. يعني انا عاوز بقول لك انا ببقى قاعد على ترابيزه السفره الاكل قدامي وخير ربنا قدامي مم. ومش قادر يا استطعم احط حاجة عشان ادوق الطعم بتاعها بس وخلاص مم. انما ان انت تتغذى وتبقى قوي انت معتمد على الكيميكال على البرشه من المقوي والحاجات طيب خلينا نروح لفاصل حضرتك تشرب العصير اشرب العصير ونرجع لفقره جديده فقرة ما تيجي ندردش هسال حضرتك اسئله وهديك اختيارات تختار اختيار واحد مين الصديق اللي مفتقد وجوده في حياتك دلوقتي طارق عبد العزيز غريب محمود خالد صالح خالد صالح فنان خالد صالح اشتغلت مع النجمين دول اكتر من مره مين اكتر نجم استمتعت بالشغل معاه واداك مساحه في المشاهد كريم عبد العزيز عمرو سعد هما الاتنين بحبهم. سؤال صعب جدا، لان الاتنين عزاز على قلبي قوي. كريم عبد العزيز. كريم عبد العزيز. مخرج وجوده بينجح اي عمل فني. محمد سامي، بيتر ميمي، احمد خالد موسى. بلا منازع محمد سامي. اكتر فيلم استمتعت بشغلي فيه الكنز اتنين الرئيس عمر حرب كف قمر الرئيس عمر حرب عشان كنت في شرم الشيخ <applause> <applause> خلصت اسئلتنا هنروح لفاصل ونرجع لفقره جديده الفقرة لفقره نفسي هسال حضرتك سؤال حضرتك صرحت بيه انك بقالك فتره كبيره عايش لوحدك ونفسك تلاقي عروسه او بتدور على عروسه ايه مواصفات العروسه اللي انت نفسك فيها تكون بتخاف ربنا وتتقي الله فيها هم. تكون مقدره لحظات السكوت اللي انت بتحب تعيشها هم. طيبة بس هم. يعني بنت ناس زي أمي وزي أخواتي و... اللي عايزة بيت تلمه هم. عايزة تبني بيت تبني إنسان ده اللي نفسي فيه ف... طب ولو دي... قلنا على الصعيد الفني آه. حضرتك نفسك فيه أنا إلى الآن ما مثلتش نفسي في دور اخرب فيه اللي جوايا يعني. زي فريد الاطرش لما قالوا له انت لحنت لهم انا الى الان ما لحنتش انا لسه بدور على النغمه اللي تشبعني كملحن انا الى الان بدور على الدور اللي يشبعني كممثل اللي هو ببقى بمثل فيه وبعمله بمزاج قوي الى الان ما او ما حدش دور عليها عشان أعمله الفنان ابراهيم ابو العطا نورتني واتمنى انك تلاقي الدور واحسن دور بتتمناه تعمله ان آه وكل سنه وحضرتك بالف خير انا اتشرفت جدا بيكي وبصراحه مستمتع جدا باللغه الحواريه اللي انت قلتها لي وسألتني فيها تسلمي. وباطلالتك عليا وشك الجميل عليا ان شاء الله كل سنه وأنتم طيبه تسلمي. كل سنه وانتم طيبين كل سنة حضرتك بألف خير خلصت حلقتنا واستنوني في حلقة جديدة وبرنامج المنسي